غادة برضو اكيد لما قررتي ترجعي مره تانية، يعني الواحد لما بيقعد شويه في البيت وبالاخص كمان انت مريتي بظروف يعني خاصه شويه، الواحد انا ممكن يفقد شويه من لياقته البدنيه، بيفقد شويه من يعني سرعه رد الفعل بتاعته مره اخرى، لان اكيد حراسه المرمى هنا الموضوع بيبقى المواصفات بتاعته لازم على طول تشتغل عليها، لازم على طول تنميها، لازم تدريبات مكثفه بشكل كبير جدا عشان خاطر توصل لمرحله يعني قويه جدا ومحترمه، زي ما احنا شفنا مثلا حراسنا طبعا الجمال والموهوبين جدا في مصر، وكمان حارس مرمى الدنمارك يعني من الحراس المصنفين في العالم. ايوه. عملت ايه وازاي كمان هنا يعني المدرب كان برضو ليه دور معاكي؟ بص، هو انا فتره الحمل كلها ما كنتش بقعد، انا كنت بشتغل تمام وكنت بتمرن، يعني انا كده اصلا انا ماجستير تربيه رياضيه، فكان عندي فكرة ان انا ازاي اعرف امرن نفسي وانا حامل وما يحصلش اي مشكلة في الحمل. تمام، فاهمة، متخصصة. فكنت دايما بشتغل على نفسي وانا حامل ان انا ما زدتش في وزني، وفي نفس الوقت اللياقة بتاعتي ما افقدهاش قوي. بعد الحمل كنت حصل بقى موضوع كورونا، بتمرن في البيت عادي. وبعد كده لما اتكلمت مع كابتن يحيى، هو بصراحة رحب يعني بوجودي وعودتي، واداني الدفعة اللي هو انت تقدري تعالي تمرني، وساعدني في التمرين كتير. وساعتها برضو ان انا بدأت اتمرن بقى، وكابتن صلاح مدرب الاجوان هو اشتغل معايا كتير بصراحة، وهو من قبل ما بطل هو كان معايا بقاله 5 سنين، فهو بصراحة اشتغل معايا كتير قوي من قبل كده وبعد كده بالظبط، فهو بقى عارف ايه الحاجات اللي انا كنت محتاجاها بعد عودتي، فبدأ يشتغل معايا فيها ويترك عليها اكتر. يعني مهم قوي يبقى معاك مدرب فاهم ومتخصص من وقت طويل، او بالاخص كده من البدايات خالص. انا شايف دي بتبقى يعني حاجه كويسه جدا لو هو حد متخصص فعلا زي اكيد طبعا المدرب كابتن صلاح، يعني اكيد عنده الخلفيه والخبرات اكيد الكبيره. يعني هو يعني هو بقاله معانا 5 سنين بالظبط. هو عارف من ساعه بطوله افريقيا كانت هنا في 2018، هو عارف انا ايه الحاجات اللي بتبقى ناقصاني وبيشتغل معاها بالظبط كده، وكمان بيحاول بقى ينمي الحاجات اللي يعني اكيد بيبقى مش ما عنديش كل المهارات، ففي حاجات تبقى مثلا عايزه تتنمى بيه، هو بيشتغل معايا عليها وبيقعد ينميها لي يعني. واكيد يعني برضو بيطلع فيه اساليب مختلفه، وزي ما احنا بنشوف مثلا ان ممكن حارس المرمى ما يطلعش دلوقتي يطلع قدام بشكل كبير، يفضل واقف على الخط بشكل اكبر. يعني حارس مرمى الدنمارك ده بالنسبه لي دلوقتي هو فعلا يتدرس في حاجات كتيره جدا. كبوزيشن هو بيقف ازاي وكرد الفعل بتاعه، يعني برضه تفكيره حلو قوي. واحنا كمان عندنا في مصر حراس يعني على قدر كبير من المواهب الحمد لله. يعني الطيار طبعا وحمد وطه وهنداوي وغير حمد النقيب طبعا قبل كده طبعا. طبعا يعني دول نجوم، دول نجوم فوق بصراحه.